السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتكم المتميزة مطبخ وتدابير أم جنان. إن شاء الله تكونوا في أتم الصحة والعافية. لتطويل الشعر وتنعيمه لابد من العمل على تغذيته وترطيبه واتباع مختلف الطرق للعناية به، ولهذا سأنصحكم بتطبيق عليه هذه الوصفة الطبيعية التي سأقدمها لكم اليوم. هذه الوصفة التي تساعد على تحفيز نموه وتحسين نوعيته والحصول على شعر طويل وحيوي. ولكن قبل ما نبدأ، نتمنى من كل واحد دخل عندي جديد للقناة أن يشترك فيها والضغط على جرس التنبيهات ليصلكم مني كل جديد لحظة نزوله. بالنسبة للمكونات هذه الوصفة، نحتاج إلى نبتة الأولوفيرا أو أوراق الأولوفيرا، هي نوع من أنواع الصبار. تحتوي الأولوفيرا على الكثير من الفوائد، فهو يساعد على تجديد الشعر وتخليصه من الضعف والتلف والتساقط لاحتوائه على مجموعة من المعادن والفيتامينات والإنزيمات. كما يعتبر زيت الصبار غنيا بالفيتامينات مثل فيتامين أ وجيم وهاء وباء، كما أنه غني بالمعادن المهمة مثل معدن المغنيسيوم والزنك والحديد والكالسيوم، أمر الذي يؤهله بقوة لأن يكون من أهم المواد لعلاج فروة الرأس ونمو الشعر الصحي. نعود إلى المكون الثاني وهو الثوم. يحفز نمو الشعر لاحتوائه على نسبة عالية من المعادن مثل الكالسيوم والزنك والكبريت، وكلها عناصر ضرورية لنمو الشعر. ثم نحتاج كذلك إلى زيت المائدة أو زيت الطبخ. يحتوي زيت المائدة أو الذرة على الفيتامينات اللازمة للحصول على شعر مغذى وصحي، كما يحافظ على بصيلات الشعر من التلف، يساعد على نمو الشعر وتنعيمه، يعالج الشعر الجاف، يمنحه لمعان ويعيد لونه الطبيعي. نعود إلى طريقة إعداد هذه الوصفة أو تحضيرها. نحتاج إلى إناء حديدي، ونقوم ب نزع الأشواك للأولوفيرا أو أوراق الأولوفيرا. وضعنا ورقة كاملة للأولوفيرا. نضيف الآن 3 فصوص ثوم، طبعا بعد رحيها. ثم نضيف 1/2 كأس من الزيت النباتي أو زيت المائدة أو الذرة أو الطبخ، كلها أسماء لهذا الزيت. ثم نضعها فوق النار ونتركها تتنقع في الزيت النباتي حتى تتلون أوراق الأولوفيرا باللون الأصفر. ننزع من فوق النار ثم نقوم بتصفيتها، تصفية هذا الزيت من الأوراق والثوم. هذا هو الزيت الأولوفيرا الطبيعي أو الوصفة. ثم نضيف عليها زيت الصبار للتعطير فقط، نضيف ملعقة صغيرة كي نعطر هذا الزيت أو هذه الوصفة التي قمنا بصنعها. نقوم باستعمال هذه الوصفة على الشعر مباشرة بعد غسله أو قبل الغسيل لإعطائه لمعان ولتطويل الشعر، وإنها وصفة غنية بالفوائد، أتمنى أنكم تجربوها. لا تنسوا أن تتركوا لنا علامة إعجاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.